الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام لحلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا. أهلا وسهلا بكم شيخ. أنا كذلك أرحب بك وأرحب عبر الأثير إخواني وأخواتي أينما بلغ إليه هذا البث، سائل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا نافعا ينفعنا ويرفعنا الله جل وعلا به جميعا في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. نبدأ بأول اتصالات هذه الحلقة من السعودية. علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، أيهما أفضل، قراءة القرآن الكريم في نهار رمضان أو في الليل؟ طيب. والسؤال الثاني، من حلت زكاة يوم 29 شعبان وأخرها يوم واحد عشان فضيلة رمضان، هل يعني الأفضل كذا أو أن يؤثم لما تأخر يوم واحد؟ طيب طيب، شكرا لكم. الله يبارك فيك. معنا أمة الله من السعودية، تفضلي. معنا أبو أحمد من السعودية، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد معنا؟ طيب، شكرا جزيلا للأخ المتصل الكريم. قبل استعراض السؤال شيخنا، هنا بعض الأسئلة التي وصلتنا عبر منصة إكس. يقول: هل يصح العطر أو التعطر وشم الطيب والمنظفات كالكلوركس وغيرها من المنظفات للصائم في نهار رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتعمد شم المنظفات أمر لا يجوز، لأنه ذريعة إلى تعاطي المحرم. وأما مجرد الشم للمنظفات وللأطياب في نهار رمضان لمن كان صائما فهذا لا يضر صومه، الذي ذكر العلماء أنه يؤثر في صومه تعمد استنشاق البخور لأن له جرم، فهذا في قول الجمهور أنه يفطره، وإلا فمجرد الشم في الجميع لا تفطر، والله أعلم. الحمد لله. سأذنكم استقبال بعض الاتصالات. معنا من العراق أم مريم، تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين الله يرضى عليك. السؤال الأول، أنا نزل علي الحيض في ثامن يوم من هذا رمضان، والحيض المدة مالته يعني علي هي 7 أيام، ثامن يوم المفروض أني أنظف يعني، بس أنا اليوم 7 و8 من هذا الحيض اللي نزل علي وسخ جوزي يعني مو دم، فقط يعني لون جوزي، وأنا البارحة نويت الصيام، هذا صار علي اليوم الثامن، أنا صبحت من الدورة الشهرية مالتي، بس صبحت نويت من البارحة إنه أنا نويت الصيام اليوم، بس ما اغتسلت لأن قلت أتصل عليكم وأعرف الجواب، يلا أنوي يعني الغسل وهل صيامي مقبول أو لا. وفي حالة الغسل يعني الغسل مال الحيض إيش وقت يعني يكون المدة مالته لحد يا وقت يلا واحد يسمح لي يغتسل يعني مثلا من يبعد من النوم لحد يا وقت قبل صلاة الظهر؟ طيب. بعد لحد يعني يا وقت كم دورتها؟ هل يعني صيام مقبول لأن أنا نويت الصيام بس بعدني ما اغتسلت ولا صليت؟ هذا السؤال الأول. طيب. والسؤال الثاني، أنا عندي حساسية كلش يعني قوية بخشمي وبإذني، يعني صار عندي حكة دائما بإذني، يعني لازم أستخدم يوميا من أقعد من النوم أعواد الإذن، يعني هل هذا الشيء يفطر يعني يفطر الصيام لو لا؟ إذا أنا أستخدم خاصة بعد الوضوء يعني دائما تكون يعني إذني تقوم تحكني. طيب. فلازم أستخدم أعواد الإذن. طيب طيب. يفطر يعني الصيام لو لا؟ يفطر الصوم. طيب. يأثر على الصوم لو لا؟ طيب، تسمع الإجابة. معنا أم محمد من اليمن، تفضلي. أم عبد الرحمن من اليمن، تفضلي. تفضل أم عبد الرحمن.
أم عبد الرحمن من القرن. تفضلي. السلام عليكم. أعطي سؤال. تفضلي انت على الهواء. تفضلي اعطيني سؤالك. سألت سؤال ما جاوبني الشيخ على إجابة مقنعة. وش السؤال؟ انا قلت له قطعة اجزاء صلي في اليوم بثلاث سؤال من جزء مجادلة وتبارك وعم واكرر نفس السؤال في كل يوم، هل هذا يجوز تكرير السؤال في كل يوم؟ لاني ما اشطف شكرين من روحتنا ولا معي حاجة غيرهم. يعني قصدك انك تقرأين سور معينة في الصلاة سواء في قيام الليل او الفريضة؟ انا حافظ جزء عنا وتبارك ومجادلة. طيب تقريهم كل يوم تكرر نفس السور لنفس الركعات. طيب هل هذا يجوز؟ طيب اسمعي الإجابة ان شاء الله. يلا الله يبارك فيك، شكرا لك. ام حنان من السعودية تفضلي. عندي سؤال اسمح. تفضلي ام حنان. عندي اسأل من صوت سجود في الجبهة اني والشريعة حكمها هي يقول ما بسها النار اللي عندها صوت سجود آثار السجود اللي في الجبهة؟ أيوة. وش فيها؟ أنا ينام المؤمنين ولا أبغى عندي فتوى. ما فهمتك، شو تقولي وش فيها الآثار دي؟ يعني أنا عندي ألمة في جبهتي والحمد لله أصلي وصوم والحمد لله تحجد وإني إن شاء الله من الخير إن شاء الله. وعندي علامة طلعت في الجبهة قالوا لي علامة، يعني قلت أنا علامة عندي في الجبهة من السجود من كثر السجود، فقال يعني أثر السجود هذا يعني وش حكمه وش حكمه؟ طيب تسمعي يا جماعة ما شاء الله. نعم. الله يبارك فيك. أم أنس من السعودية. أم أنس. ألو. تفضلي. ألو. تفضلي أنت على الهواء. أم أنا. تفضلي حياك الله. أم أنا. تفضلي بسؤالك. في مشكلة في الاتصال، معذرة أم أنس. أم عبد الله من السعودية تفضلي. أم عبد الله معنا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك. شيخ بسألك عن الصلاة الله يعافيك، عن البسملة، يعني لازم بكل سورة أستعد من الشيطان وأسمي. طيب تسمعي يا جماعة ما شاء الله. أم علي من السعودية. نعم. تفضلي أعطيني سؤالك. يا شيخ أنا عندي ذهب وكل سنة إني أزكيه ويقولوا لي أولادي إني ما فيه زكاة، وكل من يقول ما فيه زكاة أنت اليوم ما تقمدين في الدين ومدري إيش، وأنا أخاف الله يكون فيه زكاة وما أدري. طيب أنا أبغى أسأل الشيخ هل أزكيه أم أزكيه؟ ما أدري، وأنا كل سنة أزكيه الحمد لله. الله يبارك فيك. بس هذه طيب. السنة أولادي ويكون علي أثر. طيب تسمعني يا جماعة إن شاء الله. أبشر. شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. هنا أيضا شيخنا من الأسئلة يقول هل يجوز الدعاء والإنسان يمشي؟ تقول السائلة لأني أحب الدعاء وأنا جالسة، فما التوجيه في ذلك؟ يجوز الدعاء على أي حال، وهو قائم وهو راقد وهو يمشي وهو واقف وهو يركض وهو يعمل، لأن الدعاء عبادة قلبية قولية لا تتوقف على حاله كيف يكون جالسا أو مستقبل القبلة أو غيرها. استقبال القبلة في الدعاء سنة ليس واجبا، لأن قبلة الدعاء هي السماء والله أعلم. هنا أحدهم يسأل عن إمام يقرأ في الشفع سورة الإخلاص في الركعة الأولى وفي الثانية يقرأ الفلق، وفي الوتر في الأخير أو الركعة الثالثة يقرأ سورة الناس، وأحيانا يقرأ جزء من سورة الأعلى مثلا ثم في الوتر أو في آخر ركعة يقرأ الإخلاص والفلق والناس، هل فعل هذا صحيح؟ نعم هذا كله جائز لعموم قوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه، والسنة أنه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وفي الثانية قل يا أيها الكافر، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويصلها جميعا ثلاث ركعات بسلام واحد، هكذا جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. هنا سؤال
عن حكم من ينتقد الأئمة أئمة المساجد في هذا الشهر المبارك، هذا حافظ القرآن، هذا خير حافظ، هذا يقرأ من مصحف، هذا يقرأ من حفظه، وهل من يقرأ نظرا يدخل في حديث يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا أم لا؟ أنا لا أرى أن هذا انتقادا بقدر ما هو توصيف، لكن لا يكون هذا التوصيف خرج مخرج الغيبة ومخرج الانتقاص، فيكون عندئذ عليه الإثم. قرأ من حفظه أو قرأ من مصحفه الأمر واسع، لكن إذا عرضت هذه في معرض الذم ومعرض الاستخفاف أو معرض التعيير فهذا هو المحرم، هذا هو المحرم. وقد صلى ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها صلى بها يقرأ من المصحف في صلاة الليل. هذا السؤال الأول. ثاني ما هو؟ يسأل الدخول في الحديث اقرأ وارتقي ورتل، نعم. هل يدخل فيه غير الحافظ؟ اقرأ وارتق فإن مكانك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا، هذا عام، أولى من يدخل فيه الحافظ، وهذه منزلة له فوق منزلته التي رتبت له في الجنة، هذه منزلة زائدة رحمة من الله وفضلا من الله عليهم، والله أعلم. ونسأل شيخنا، تقول أنا دائما يخرج من لثتي دم مع اختلاف درجته، كيف يفعل الصائم عند ذلك خصوصا عند النوم؟ وتقول هل يجب علي دائما أتأكد أن خرج دم أو لم يخرج دم من اللثة؟ أولا أوصيها بعدم الوسواس، فإن السؤال يظهر منه رائحة الوسوسة. وأما ما يكون في تقرحات اللثة أو الشفتين ويخرج منه دم، فإن الصائم لا يبتلع هذا الدم ولا يحتاج منه إلى أن يتأكد كل شيء يقوم ثم يتأكد من ذلك، وإنما لا يبلعه، والله أعلم. الأخ علي من السعودية سأل شيخنا، أيهما أفضل نحن في هذا الشهر المبارك، أن يقرأ القرآن الإنسان وهو صائم في النهار أو أنه يقرأه في الليل؟ كل واحد، هذا وهذا، لأن شهر رمضان يطلق على اليوم وعلى الليالي، فيدخل فيه هذا وهذا. التراويح يصلونها في النهار ولا في الليل؟ في الليل، والتهجد. وفيها قراءة قرآن، والتهجد والقيام قراءة قرآن، فالأمر الحمد لله واسع، والله أعلم. هنا أيضا سؤال عن أنه حلت زكاته في 29 من شعبان، لكن أخره يوما لأجل أفضلية شهر رمضان. تأخيره يوم أو أكثر لأجل إدراك الزمان الفاضل لا يجوز، وهو يستطيع أن يخرجها في يوم 29، والزمان الفاضل تعجل له الزكاة، لا تؤخر الزكاة لها، لأن الزكاة فرض وإدراك الزمان الفاضل مستحب، فلا يضيع الفرض في وجوبه لإدراك المستحب. نعم تقدم زكاتك للزمان الفاضل لكن لا تؤخرها له. ويوم في تفريق الزكاة أمرها واسع، أمرها واسع، والله أعلم. نعم نستلم استقبال بعض الاتصالات. معنا فاطمة من السعودية، تفضل يا فاطمة. لو سمحت باسمها ثلاث شيخ، أنا عندي سؤال عن الوالدة كبيرة بس كده، وش اسمه، ونوب تصوم ونوب ما تصوم ونوب تقول نسيت ونوبة، وعندي لها راتب حقها طبعا، هي موكلتني يعني، عادي يجوز اني مثلا، هي قالت لها من مدعمني عندكم تصرفين للبيت من، يعني مملتني أمانة، قالت لازم يعني مثلا مدام اني حي عندكم كل مصاريف البيت اللي مثلا حقت رمضان ولا تجيبينها من البيت. طيب. وانا اجيب منها اغراض مثلا منظفات اي شيء للدعوة، والباقي خليه لها مصروف. طيب يعني الضبط عندها، الضبط عندها تقول مختلف يعني، مرات تصوم مرات ما تصوم، والصلاة كذلك. إيه الحين الوقت لها 3 سنين 4 سنين كذا، مرة تصوم مرة تقول ما دريت رمضان، مرة الله تصبر ومرة يعني. طيب طيب تسمع الإجابة. وهي ساكنة عندنا لها يعني ما أدري كم سنة، تقول مصاريف البيت كلها يعني. طيب. من هذا لا. طيب. طيب طيب. هل يجوز ولا علي شيء أنا؟ طيب هي عطتك التوكيل هذا قبل أن يختلف عندها الضبط؟ إيه هي أول ما جت عندي الحين لها 7 سنين كذا، وهي طيب. من يوم جت يعني أول شيء عطمها يعني ما في شيء، واضح واضح، بعدين يعني كل ما لها أكبر شوي. طيب طيب. وهل يجوز دايما ده ولا علي شيء أنا؟ تسمعني الإجابة إن شاء الله. بشيء ولو سمحت، وعندي مثلا ذهب ودي زكي يعني حق الوالدة شوي، ما هو كثير يعني، غير صوارة خاتمين كذا. كم وزنه؟ الوزن تقول لي زكي
الوزن تقريبا يعني ما يزيد يمكن الجرام شوي، يعني هل عليه زكاة ولا لا؟ في تحديد معين للجرام ليعلم النصاب فيه؟ اي هنا يعني وصل النصاب يعني إيه؟ بس انه قليل. طيب تسمع. طيب وعندي سؤال ثاني الله يجزيك خير، بعد شو اسمه مثلا المبالغه حقت الوالده اللي عندي، مثلا يقولون لي خليهن شغليهن مثلا حطيهن كذا ولا حطيهن ما احد مثلا خذيهن كذا وبعدين ترجعينهن لها، مثلا بعدين تشرحين شيء بالبيت تسوين شيء، وانا زوجي كبير يعني بس انه طيب يقولون خليهن شغليهن، هل لي يجوز ولا يعني تشغيل استثمار يعني؟ إيه مثلا يقولون مثلا واحدة تاخذهن مني مثلا كذا وتشغلهن، وإذا احتجتي شيء بالبيت زيني فيهن. طيب تسمعني الإجابة إن شاء الله. إيه هلا فيك. الله يبارك فيك. منال من السعودية، تفضلي منال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. لو سمحت بسأل الشيخ، أنا زوجي عنده أراضي ويعني شاريها بغرض أنها يعني عرفت تحفظ ماله، لكنه ما يدري متى يبيعها. يعني السنة هذه والسنة الجاية واللي بعدها، يعني ما عنده نية بيع حاليا. طيب فوش الحكم فيها؟ هل عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ علما انه ما يدري متى يبيعها. طيب الله يعطيك العافية، بارك الله فيك، شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. هنا شيخنا أسئلة الأخت مريم، تقول انها دورتها 7 أيام، نزلت عندها الدورة في اليوم 8 من هذا الشهر، والآن أكملت هذه 7 أيام، لكن بعد في اليوم 8 تقول لا زالت تخرج بعض الأوساخ وليست بدم. تقول أنا من قبل الفجر وأنا قد نويت الصيام لكني لم أغتسل إلى الآن، هل يعتبر لي صيام هذا اليوم أو لا؟ من كانت عادتها منضبطة في مدتها ويأتيها بعد القصة البيضاء أو بعد الجفاف أوساخ وصفرة وكدرة فلا تعتبر بها، تتوضأ وتغتسل وتصوم وتصلي، فإن هذه تدخل في عموم النجاسات التي توضأ منها ولا تمنع من صيامها، والله أعلم. تقول الوقت بين الطهر من الحيض والاغتسال، تقول هل هناك وقت محدد أو لها كان نعم إذا تطهر. كانت المرأة ترى طهرها وهي القصة البيضاء، فبمجرد ما ترى القصة البيضاء تغتسل، والغسل يجب إذا كان هناك عبادة تؤدى بها الغسل كالصلاة وقراءة القرآن. أما الصيام فالمسألة واسعة، مثلا طهرت الساعة 9 صباحا لها أن تغتسل الساعة 12، هذا من جهة. وإذا كان طهرها إنما يكون بالجفاف فتنتظر بعد الجفاف 2-3 ساعات حتى تتأكد من طهرها وجفافها ثم تغتسل، والله أعلم. أيضا تقول استخدام لدي حساسية في الأذن، تقول استخدام دائما أعواد الأذان هل له تأثير على الصيام؟ ليس لاستخدام الأعواد لتنظيف الأسنان لتنظيف الأذان علاقة بالصيام، لكن أخشى أن لها علاقة بصحة أذنها، لا سيما الأذن الوسطى وما يتعلق بها، فلا تفعل ما يضرها في بدنها، والله أعلم. هنا سؤال الأخت أم عبد الرحمن من اليمن، تسأل عن أنها دائما ما تقرأ من حفظها، تقول أن أحفظ 3 أجزاء الأخيرة من القرآن وأصلي بها وأكررها في قيام الليل، فهل فعل هذا صحيح؟ نعم، تكرار محفوظ الإنسان في صلاة الليل ولو كان قليلا لا بأس بذلك، وفعلها فعل صحيح أثابها الله عليه، والله أعلم. أم حنان من السعودية تسأل عن أنها على جبهتها أثر من أثار السجود، وتقول لم أقصد ذلك، تقول هل في إشكال أن البعض ربما ينظر أن هذا من جانب رياء؟ التكلف إلى الرياء لا يجوز لا فعلا ولا تركا، ولا تحسس ذلك في كلام الناس وفي أوصافهم، والعلامة التي على الجبهة ليست علامة صلاح، إن الله جل وعلا ذكر سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا ليس في الدنيا وإنما في الآخرة إذا لقوا ربهم جل وعلا من أثر هذا السجود، وإلا من أكثر رص وضغط جبهته على الأرض حتى من غير سجود العلامة تكون على جبهته بأثر ذلك، فليست لها علامة على الصلاح، علامة على المحافظة على الصلاة دائمة، والله أعلم. الأخت عبد الله من السعودية تسأل عن الاستعاذة والبسملة داخل الصلاة قبل بداية أي سورة.
الاستعاذة قبل بدء الفاتحة سنة، بل سنة مؤكدة، تستعيذ بالله وتبسمل. والاستعادة والبسملة بدأ في بدء الصور التي غير الفاتحة من السنن والمستحبات، لكنها أقل تأكدا مما يكون في بدء الفاتحة، والله أعلم. الأخت أم علي من السعودية تسأل عن أنها من سنوات وهي تزكي الحلي لديها الذهب الملبوس، فتقول أن أبنائي وبناتي ينكرون علي ذلك ويقول هذا من باب التشدد، وهناك علماء يفتون بعدم يعني وجوب الزكاة فيه. أولا ليس هذا من التشدد وليس هذا من التكلف، ولا يجوز لهم الحكم على أمهم بمثل هذا، فهذا أولا جرأة على دين الله بغير علم، ثم هذا ضرب من ضروب العقوق. وأما كونها تزكي فهو القول الراجح أنها تزكي ذهبها إذا كانت بلغت النصاب 80 غراما فأكثر، وهي على أجر وعلى خير. حتى الذين قالوا إنها لا تجب الزكاة عليها لم يندبوها إلى أن لا تزكي، فالزكاة في حقها متأكدة، والله أعلم. أخت فاطمة تقول والدتي كبيرة في السن، وتقول في السنوات الأخيرة بدت يعني يختلف لديها الضبط، مرات تصوم مرات لا تعرف أنها في رمضان. تقول من سنوات وهي قد أعطتني الراتب الذي ينزل لها وتقول اصرفيه على بيتك ما دمت عندك، فهي تقول هذه السنوات كلها هي عندي وأنا أصرف من هذا المال، هل لي ذلك أم لا؟ هذه امرأة كريمة ولا تريد أن يلحقها منة من بنتها أو غيرها، زوج بنتها أو كذا، فما أوصتك به تعمين به حتى بعد فقد شعورها ما دام أنها عندك في البيت، فإن انتقلت عنك فلا يتصرف في مالها إلا بإذن من يقوم عليها ويعولها، والله أعلم. تسأل أن المبالغ الموجودة لديها الآن تقول البعض يقترح علي أن أشغلها وأستثمرها. أنت وكيلة، فإن كنت أنت الولي عليها فلا بأس، وإن لم تكوني أنت الولي عليها فاستأذني بذلك من له الولاية على أمك من إخوانك أو غيرهم، والله أعلم. تقول لوالدتي ذهب لكن قليل، لكنه يبلغ النصاب، هل نزكي؟ نعم يزكونه في أرجح أقوال أهل العلم، فإنه في حديث أم سلمة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله، قال أيسرك أن يبدلك الله بهما سورين من نار؟ فأخذتهما فألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولغير ذلك من الأحاديث فالأرجح أنها تزكيه ولو كان معدا للاستعمال والزينة، والله أعلم. تسأل الأخت منال من السعودية عن زوجها لديه بعض الأراضي وليس له نية الآن في بيعها، وإنما يريد أن يحفظ ماله إلى أن ترتفع الأسعار، فهل عليه زكاة فيها؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة واجبة فيما أعد للبيع، سواء أراضي أو أعراض أو غيرها. الحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، خرجه أبو داود وأحمد وغيرهما. فلا زكاة في الأراضي التي يحفظ فيها الإنسان ماله حتى ينوي بيعها أو يعدها للبيع، والله أعلم. أستاذنكم استقبال بعض الاتصالات. معنا أم يونس من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أسأل الشيخ بالنسبة لصلاة الوتر، لو يعني ما صلتهاش مثلا بالليل فإيه حكمها؟ يعني تتصلي إمتى؟ تمام؟ طيب. وبالنسبة لو البلغم أعزكم الله، لو يعني ما فيش استطاعة الإخراج وهل يفطر؟ طيب. يعني ما فيش قدرة على الإخراج، يعني بيحدث معاه زي شعور بالترجيع، يعني لم أرضي. طيب. يعني طيب طيب وروائح الطعام برضو تفطر ولا؟ طيب. وسؤال تاني لو سمحت الشيخ يوضح لي ايه الفرق بين الالتزام يعني مش متشدد والوسواس، يعني لو يعني اعرف ازاي اذا كنت انا عندي وسواس ولا واضح التزام يعني. طيب طيب ابشري، الله يبارك فيك. شكرا لك، شكرا للاخت الكريمه. شيخنا تقول اني اذا لم اصلي الوتر متى اصليها؟ هل يعني تقضيها؟ صلاة الوتر تبدأ من انقضاء صلاة العشاء إلى قرب طلوع الفجر، فإذا مضى الليل ولم توتر فإنها تقضي هذا الوتر شفعا بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، ف
فإن كان وترها مثلا في الليل ركعة تكون الشفع في ركعتين، إن كان وترها ثلاث ركعات يكون شفعها أربع ركعات، ثنتين ثنتين، والله أعلم. تسألنا عن البلغم شيخنا، إذا الإنسان لم يستطع إخراجه بلع مثلا هل يؤثر على صومه؟ لا يؤثر على صومه، لا يؤثر على صومه، ويتجنب الإنسان التوسوس والتهيؤات في الوساوس مثل هذا. نعم. سيدنا استقبال اتصال من السعودية، الأخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والسلام. عندي سؤال واحد أسمح. تفضل. أنا أريد أن أدخل جروب في برنامج تليجرام خاص بأكاديمية للدراسة، يعني أرغب بالاستفادة منه، مثلا أخذ منه ملفات تسأل عن بعض الأمور من الطلاب، يعني هو فيه طلاب من مناطق المملكة تقريبا أكثر من 2000 شخص. طيب. لكن المشكلة أن هذا الجروب تقع فيه غيبة، تقع فيه سخرية، ويوجد فيه غش، يغشون الأسئلة يعني في الاختبارات. أنا فقط أريد أن أدخل أخذ الفائدة وأخرج. طيب. يعني لا، ليس أنضم، لأنه توجد خاصية في الجروب أنه يدخل فقط الشخص يلقي نظرة ويخرج دون انضمام، يعني ما يكون عضو في هذا الجروب. طيب طيب. هل هذا يكون مثلا مجالس حكمي، يكون مجلس حكمي كالغيبة يعني أثم إذا دخل؟ واضح واضح، تسمع يا جماعة ما شاء الله. شكرا. مريم من السعودية تفضلي. مريم معنا؟ طيب انقطع الخط. شكرا جزيلا. أسئلة الأخت أم يونس بقي منها أنها تسأل عن روائح الطعام هل تؤثر على الصائم؟ روائح الطعام لا تؤثر على الصيام، بل يصح للمرأة الصائمة وللصائم تذوق الطعام ثم مجه، فهذا أبلغ من الروائح، فلا يؤثر هذا في صومهم، والله أعلم. الشيخنا تسأل، هي تقول ما الميزان بين كل إنسان يرى أن فعل هذا التزام بالدين وأن هذا فيه جانب الوسوسة، لأن بعض المرات الشيخنا يكون فيه شيء من الميزان لبس. بذلك بأمرين. الأمر الأول أن الوساوس تهيؤات وظنون وخواطر يلقي بها الشيطان ويزداد بإلقائها حتى يظنها المسكين أنها أمور يقينية. الأمر الثاني بالعلم، أن يعلم ويتعلم ويسأل أهل العلم ويتبين له، وأنا أرى في أسئلتها هذا الوسواس، عافاها الله وشفاها وجميع المسلمين. نعم. الأخ عبد الله يسأل، يقول أنا أريد أن أدخل في ما يسمى مجموعة أو جروب يكون فيه فوائد لكن يكون فيه هناك إشكالات دينية، فيقول أنا حتى انضمامي ليس الانضمام يعني الكامل أكون عضو، وإنما اطلاع يعني اطلاع ومشاهد. نعم. فيدخل فيقول هل يعتبر هذا حكما أنه مجلس مثل المجالس العادية ليس مجلسا افتراضيا، فأأثم حضوري فيه لأجل هذه الإشكالات، أو أني أخذ الفائدة وأخرج وليس علي شيء؟ والله أعلم أنه ليس من ضمن المشاركين، وإنما يأخذ فائدته ويخرج، ولا يقر أهل السخرية وأهل الغش وأهل المعاصي على معاصيهم، والله أعلم. شيخ لنا سؤال عن من ترك الصلاة بسبب الوسواس لأشهر، وأحيانا كنت أصلي الفجر فقط وليس يوميا، وكنت أصوم قضاء علي ما يعني ما علي من قضاء، فهل ذلك صحيح أم لا؟ هذا الفعل غير صحيح، وهو من استجهال الشيطان لك ولعبه بك هذا الملعب، وعليك أن تعالج نفسك فتترك الصلاة أشهر، ترك الصلاة حتى يخرج وقتها والوقت الثاني الذي تجمع إليه يعتبره العلماء كفر مخرج من الملة، فأنت على خطر يا أخي، ولا يجوز ذلك منك، ولا أن توهم نفسك بأنك في مثل هذه الحالات، بل هذا استرسال مع الوسواس يجب طرحه والتعالج منه، وألا تترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة في قول عامة السلف الصالح رحمهم الله، والله أعلم. هنا سؤال من أمة الله تسأل عن كتب الإمام ابن القيم الجوزية أو ابن القيم الجوزية، عن كتاب روضة المحبين والنزهة المشتاقين وكتاب زاد المعاد، وأيضا تقول كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، هل هي هذه من مما ينسب إلى ابن القيم؟ العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية من علماء الإسلام الكبار ومن المحققين، ومؤلفاته على ثلاثة أقسام، قسم لا يستطيعه إلا العلماء بقوة عبارتها وجلائها وما يتعلق بها، وقسم يستطيعه المتعلم
وقسم حتى لعامة الناس كالداء والدواء له. وما ذكرت من كتابيه زاد المعاد في هدي خير العباد من أنفع الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وفقهها، ولهذا لم يزل أهل العلم يحتفون بهذا الكتاب ويدرسونه ويدرسونه وتذكرونه. كتابه الثاني روضة المحبين ونزلة المشتاقين كذلك كتاب جليل، وإن كان فيه بعض أخبار العشق وما يتعلق بها على جهة الحذر. أما أخبار الحمقى والمغفلين فليست للعلامة ابن القيم، وإنما هي لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، وهو متقدم على ابن القيم بنحو 150 سنة، وهو كتاب فيه نوادر وملح وطرف، والله أعلم. نعم، لأن يلتبس بين الناس بين ابن الجوزي وابن الجوزي. نعم صحيح، يحصل التباس، وبينهما ابن الجوزي توفي عام 600 وابن القيم عام 747. نعم. استأذنك استقبال بعض الاتصالات. معنا أمة الله من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجدة التلاوة هل يشرع لها أن أغطي الشعر؟ طيب، سجدة ولا سجدة؟ سجدة التلاوة. اي سجدة التلاوة. طيب، الله يبارك فيك شيخنا. سؤال ختامة الله عن سجدة التلاوة، نحن تغطية الشعر، وكذلك شيخنا البعض النساء يقرأن الآن القرآن في رمضان وهن على العذر الشرعي، فتقول يمر عليه كذلك سجدة التلاوة، ماذا أفعل؟ سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، الصحيح من أقوال العلماء أنهما ليست بصلة، ولهذا تصح بغير استقبال القبلة وبغير وضوء وبغير سلام بعد الفراغ منها، ويجوز للمرأة أن تسجد وهي تقرأ القرآن وهي على جنابتها، ولا يلزم أن تغطي شعرها لأنها ليست بصلاة، والله أعلم. سأدعوكم استقبال اتصال من السعودية. علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال سألت عنه البارح بس ما طرحنا على الجبهة، ممكن أعيده؟ تفضل تفضل. على السؤال، أقول ولدي في الشرقية ويجيني للجنوب زيارة ويرجع للشرقية، يعني عندي يمكن يقعد له حوالي 10 أيام 15 يوم كثير أو قليل، فما أدري يترخص رخص السفر أو لا. والشقة الثانية أنه يرجع برضه للشرقية ويقعد له هنا 4 أيام ويرجع لي هناك الأربعة الأيام، يترخص بالصبح هذا السفر بالنسبة للصلاة قصر أو لا، أما الصيام هو يصوم. واضح؟ يعني أغلب الوقت يكون عندك ويروح للعمل ويرجع، وله سكن هناك في الشرقية أو لا؟ لا 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 لا، أغلب الوقت هو هناك بس. طيب، يجيني هنا زيارة ولحها في نفس الوقت يقول راح هناك 4 أيام مهمة ويرجع برضه عندي. طيب، ما أدري في الأربع الأيام المهمة اللي هناك هو يعني ترخص رخص السفر يقصر الصلاة ويجمعها أم لا، وعندي برضو نفس الموضوع. واضح؟ أنا بستوضح منك، أنت تقول أنه يذهب مهمة 4 أيام لكنه يذهب إليك في 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 الديرة في الجنوب 10 أيام إلى 15 يوم. هو عمله في الشرقية. طيب، عمله في الشرقية ويجيني هنا زيارة ومدة كثيرة وقليلة أسبوع أو حواليها، لكن الآن راجع الشرقية في مهمة 4 أيام وشير جاء عندي ومن بعدها شير جاء لعمله في الشرقية. طيب، ولا سكن هناك في الشرقية مستقل وكل شيء؟ أيوة ولا سكن في الشرقية. نعم. طيب، لأنه موظف هناك يعني. طيب، تسمع يا جماعة. واضح؟ طيب، شكرا. طيب، شكرا لك. شكرا للأخ علي. شيخنا كما فصل قبل قليل يقول أنه هو في جنوب المملكة والمنطقة الجنوبية، يقول يأتي إلي ابني في وقت إجازاته فيقضي لدي وقت يعني ربما يكون طويل، هل يترخص برخص السفر أو يترخص برخص السفر كونه يكون في مقر عمله الذي هو في الشرقية وله سكن هناك؟ هذا الابن الذي يعمل في الشرقية ويأتي إلى والديه في الجنوب، في الشرقية مقيم وفي الجنوب عند والديه مقيم، فلا يصح في هذين الموضعين مقر إقامته وعمله ومقر أهله أن يجمع ويقصر وترخص برخص السفر. في الطريق ذهابا وإيابا يترخص برخص السفر والحالة وهذه، والله أعلم. يعني تعتبر لها إقامتان؟ تعتبر إقامة أصلية
له عند والديه وإقامة فرعية في محل عمله، لأن الأكثر كما ذكر عند والديه. نعم. معنا أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ فيصل؟ الله يبارك فيك ويسلمك. سلامي على الشيخ علي يا أخي. الله يبارك فيك، تفضل. السلام ورحمة الله. أطول الله منا ومنكم إن شاء الله. آمين، مساك خير. يا شيخ أنا أبغى أسأل الشيخ لو سمحت. تفضل. يا أخي عندنا القرود هذه اللي وهم حطوا لها والله حتى كاميرات في محلات على أساس إنه ما حد يطعمها ولا كذا، وهي الحقيقة إنها عدوانية. ومعها يعني خير فاضحة، إحنا في منطقة البحر معها خير يعني. لكن يا أخي تسلطت علينا في الصناديق هذا أكرمكم الله حدث ماذا. الشجر وصاختها في أخي إحنا مترددين، إحنا زي ما تقول نقتلها أو نفركها ونسيبها، والله إنا مختارين فيها يا أخي. طيب طيب جزاكم الله خير يا أخي. الله يبارك فيك، شكرا. شيخنا الأخ أحمد يسأل عن القرود، يقول أنها عدوانية وأنها تؤثر على مصالحهم مزارعهم، وكذلك دائما القرد يعني مؤذي، فهل لهم أن يعني يتخلصوا من أذاه بقتله أو فعل شيء؟ هذا السؤال يتكرر من إخواننا في الجبال الجهة الجنوبية الغربية، ويذكرون أذى هذه القرود لا سيما قرود السعدان. فالجهات الرسمية عندها عناية بهذا الأمر وفي صد هذه القرود عنكم وإتلافها، فأنت هذه القرود صدها، فإن لم يندفع شرها إلا بقتلها جاز قتلها، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فإذا دفعتموه ولم تندفع جاز لكم قتلها، لأن هذا يدخل في الأذى والله أعلم. هنا سؤال شيخنا، هل يجوز قراءة القرآن ولمسه من غير وضوء، وما حكم من كان يقرأه ويلمسه من غير وضوء؟ قراءة القرآن من غير وضوء جائزة، أما لمس المصحف فلا بد أن يكون على وضوء وعلى طهارة، لحديث أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطويل، وفيه وأن لا يمس المصحف إلا طاهر والله أعلم. ماذا على الشخص إذا كان قديما يلمسه بدون يستغفر وضوء؟ ربه ويتوب إليه. نعم. هنا سؤال أيضا، يقول أحد المؤذنين أذن قبل المغرب بست دقائق، فماذا على الناس؟ نعم، من سمع أذان المؤذن قبل الوقت وهو لا يعلم بدخول الوقت أو بعدم دخوله، وإنما يعتمد على سمع المؤذن، فليس على هؤلاء الذين أفطروا بأس. وهذا المؤذن إذا كان فعل ذلك من غير عمد بمعنى خطأ لا إثم عليه، وإن كان من تفريط منه فيتحمل الإثم وعليه التوبة إلى الله جل وعلا والله أعلم. أشكركم الشيخ علي في ختم هذه الحلقة. بارك الله فيكم وجعل هذا اللقاء طيبا مباركا حجة لنا عند ربنا يوم القيامة، وتقبل منا ومنكم ومن المسلمين صيامنا وقيامنا، وجعلها خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلنا بكم إلى ختم حلقتنا، حتى ملتقى بكم في موعد برنامج المعتاد في هذا الشهر المبارك الساعة 4 عصرا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.